السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هوريكم ازاي نركب البطانه والسوسته في الشنط او البورتوفيهات او المقالم او اي حاجه بيتحط لها البطانه. البطانه بتدي قيمه جامده للشغل، وكمان بتنظف الشغل من جوه، وبالاضافه لكده ان هي بتعلي من قيمه الشغل. فان شاء الله هوريكم النهارده ازاي نعملها بطريقه سهله جدا ومميزه، مش هتاخد منك ولا وقت ومجهود. انا هنا عملت بورتفي او مقلمة، استخدمت هنا خيط اليزا ديفا، برضو الفيديو بتاعه موجود على القناة، هحط لكم اللينك بتاعه. واستخدمت سوستة، هنحتاج سوستة وبطانة. انا هنا مستخدمة بطانة قطن، عشان في بنات سألتني كتير. البطانة القطن دي انا جبتها من محلات الاقمشة العادية، وده شكل البطانة بعد ما انا ركبتها. مفيش شكل، مفيش خالص، مش باين شكل الخيوط فيها، وسهلة جدا ولذيذة الطريقة. هبتدي معاكم هوريكم بقى ازاي ان احنا نعمل البطانة او نركبها، وحبيت في الفيديو ده اشرحها بالتفصيل عشان تبقى واضحة ليكم، كتير كان بيسألني عنها. اول حاجة احنا بنتني البطانة عشان هما جنبين، وبنتنيها مع زيادة سنتي في كل جنب من الجناب، بحيث ان احنا السنتي ده احنا هنخيطه. فهنا بسيب في حدود سنتي ونص او سنتي، بحيث ان احنا هنتنيهم ويبقى الشغل معانا نضيف. ومن الجنبين برضو بسيب سنتي من هنا وسنتي من هنا، وبعد كده ابتدي اقص الايه البطانة بتاعتي. انا هنا مستخدمة بطانة قطن، في بطانات مختلفة بس دي بيبقى شكلها اشيك. هبتدي بقى اقصها واحدة واحدة بعد ما حطيتها كده على الايه، او حطيت البورتفيه عليها. على فكرة تصميم البورتوفيه ده من تأليفي، فأتمنى ان هو يكون عجبكم. قولولي رأيكم، وحابة دايما اسمع آراءكم، وان انتوا تشجعوني على الفيديوهات بتاعتي، عشان ان شاء الله ان انا اطور نفسي وانزل حاجات احسن. واي حاجة انتوا محتاجينها ان هي تعمل فيديو، قولولي عليها في التعليقات او الكومنتات، وانا ان شاء الله انفذها لكم. بعد كده بفرد البطانة بتاعتي، وهبتدي ان انا سوري ادني الجنب او الحتة اللي هي هتبقى فوق وهيبقى معاها السوستة، هتنيها كده، وهجيب السوستة بتاعتي، مش هركبها بالظهر، مش هخلي السوستة بالظهر كده، لا هخلي السوستة تبقى مواجهة ليا. يبقى ده دلوقتي عندي تنيت البطانة، وده ظهر البطانة اللي احنا حاطين عليه دلوقتي، وهحط السوستة بالطريقة دي، بحيث ان انا لما اجي افتح البورتفيه السوستة من فوق هي اللي هتبقى ايه موجودة معي. هجيب ابر واثبت السوستة بالبطانة. طبعا لو عندك مكنة خياطة هيبقى الموضوع سهل، ان انت تاخديها على طول سطر بمكنة الخياطة وهيبقى لذيذ. انما انا حابة اوريكم الطريقة الاصعب اللي هي هنعملها بالتدكيك بايدينا يعني. فهجمع ايه بكذا ابرة او دبوس الايه السوستة، واسيب كده 3 ملي او 2 ملي ما بين السوستة والبطانة، بحيث ان هي تبقى سهلة ان هي تتفتح السحاب بتاعها، ما يبقاش ايه في مشاكل يعني، يبقى في 3 سنتي كده متاحين للسحاب ان هو ياخد حريته في الحركة. ده كده شكلها في ظهر الشغل، زي ما قلت لكم ان ايه وش السوستة هي اللي بتبقى قدامنا. وهاجي على الجنب التاني برضو هتنيه، وبنفس الطريقة هنا هقوم ايه عاملاه بالدبابيس. هنا انا عملت اول مجموعة خيطتها زي ما الجنب دوت، عملتها بقى باللون الكحلي بتاعي اللي انا هستخدمها في البورتفيه. هوريكم بقى الجنب التاني ازاي تخيطوها وتبقى بطريقة مخفية. احنا قلنا هنيجي على الجنب التاني برضو بنفس الطريقة، بس انا هنا فاتحة السوستة عشان ايه يبقى باين عندي الايه الظهر بتاع السوستة، وما بقاش ايه خليت القماشة او البطانة تعدي الجزء بتاع السوستة. وبرضو بالدبابيس بتاعتي هثبتها،
ولازم طبعا في الجنبين ان الجنب دوت يبقى قد الجنب دوت، بحيث ان هي ما تبقاش معبابه. يعني وانت بتركبي السوسته في البطانه لازم الجنبين يبقوا مع بعض. هبتدي بعد كده اجيب الفتله او الخيط، ويفضل ان انتوا لما تجيبوا الخيط تجيبوه نفس لون البطانه بتاعتكم، او يعني ايه مشابه ليه، بحيث ان هو يبقى البطانه والشغل اللي هو الكروشيه اللي انتوا شغالينه، سواء كان بقى بورتفيه او شنطه او ايا كان، يبقى نفس اللون، بحيث ان هو ما يبانش في الشغل. انا هنا مستخدمه لون البامبا عشان انا هقفل في السطر بتاع البامبا. فهبتدي الاول اعمل كده عقده هنا، يعني اقفل هنا الجنب ده بكذا عقده بحيث ان هم يثبتوا كويس مع بعض. وبعدين هدخل الابره لداخل البطانه. بعد كده هقيس مسافة صباع وادخل الابرة بعد مسافة الصباع دوت من ظهر البطانة لفوق. احنا اللي قدامنا ده وش البطانة زي ما قلت له. وبعد كده هسيب مسافة يجي 2 ملي مثلا من الخياطة بتاعتي، واقوم ايه مدخلة الابرة تاني لجوه. وقيس تاني بالنسبة لي مسافة صباع، وأحدده بصباعي التاني، وأدخل الإبرة فيه. طبعا مخلية الشغل يبقى قدامي البطانة اللي هي الوش، عشان أبقى إيه مخلية بالي إن أنا ما يبانش الشغل إيه وأنا إيه شغالة فيه. وبعد كده بعد مسافة 2 ملي مثلا أقوم إيه سحب الخيطين. هستمر ان انا اعتبر ان الصباع بتاعي هو المقياس بتاعي، فكل مسافة هعملها بمسافة الصباع. طبعا لو عايزين تقربوا المسافة عن كده ممكن تجيبوا مسطرة وتعلموا كل سنتي بنقطة مثلا بقلم، يعني كل سنتي تعلموه وتشتغلوا فيه، وقبل السنتي مثلا بملي تقوموا ايه او ب2 ملي مثلا تقوموا ايه ساحبين الخيط، بحيث ان هو ايه يبقى ايه متقفل السنتي بالايه برايح جاي، يعني خارج داخل يعني. بصوا تاني بقيس مقاس صباع، وبطلع الابرة من الخلف للامام، وبعد كده مسافة 2 ملي ولا حاجة، اشيل بس الدبوس، مسافة 2 ملي كده اقوم مدخلة الابرة تاني لجوه. انا هستمر في تركيب البطانة بالطريقة دي مع السوستة، من ان انا نظفت الجنب دوت وتنيته، وفي نفس الوقت ركبت الايه السوستة. زي ما قلت لكم ان انتوا لو عندكم مكنة خياطة على طول هتقوموا وانتوا حاطين الدبابيس كده على طول ايه عاملينها، هتبقى سهلة جدا. بس لو هتشتغلوا على مكنة الخياطة حطوا الدبابيس بالعرض طبعا عشان تبقى مظبوطة. كده انا خلصت الوش او الوش بتاع السوستة. هبتدي برضو الجنب بنفس الطريقة. اهم حاجة برضو زي ما قلت لكم ان انتوا تحطوا الجنبين على بعض، وهاجي اعقد برضو كذا عقدة كده في البداية اقفلهم كده كويس. وهنا هشتغل ايه كأني بدكك الخيط رايح جاي، فهودي الابرة كده وارجعها، بس اخليها مسافات متقاربة مع بعضيها عشان ايه الشغل يبقى مقفول كويس. هقعد ادخل الابرة واخرجها مسافات صغيرة زي ما قلت لكم مع بعضيها. يعني انتوا ممكن الجنب تعملوه على مرة واحدة بالابرة، مش محتاجين ان انتوا كل شوية تدخلوا الابرة وتخرجوها وكده. يعني انا شايفة ان الطريقة دي سهلة. وبرده لو بالمكنة على طول خط بالمكنة هيتعمل الجنبين بتوع البطانة. فكده انا خلاص عملت الجنب.
زي ما انتوا شفتوا وانا عملت الجزئية بتاعت السوستة مفيش حاجة ظهرت خالص من الخيط مش باين. هاجي دلوقتي بقى عشان اركب البطانة في الايه، في البورتوفي او في المقلمة، هدخلها بالطريقة ديت. وهنزلها سنة بسيطة بحيث ان هي تبقى على اللون البامبا، يعني انا هخلي الجزء الاوف وايت ده باين فيها، واهم حاجة ان الجنب يبقى مقابل للسوستة بتاعتي، الجنب هنا يبقى مقابل للسوستة بتاعتي، يعني زي ما قلت لكم ان انا هقفل على اللون البامبا او السطر بتاع البامبا اللي هو السطر اللي قبل الاخير. بتدي شياكة ان انت تقفلي في السطر اللي قبل الاخير، بحيث الجزئية دي كده بتبقى ايه، السوستة غائرة او داخلة لجوه فبيبقى شكلها شيك. فانا هبتدي من الجنب بتاع السوستة الاول، هجيب الابرة بتاعتي وهدخلها من ما بين البطانة والمقلمة، ماشي، وندخل الفتلة دي لجوه. وبعدين هاجي بقى هنا هسيب وحدة او غرزة واتنين واقوم داخلة بيها جوه البطانة، بس خلوا بالكم ان هي تبقى على البطانة نفسها، يعني انتوا وانتوا بتدخلوا الابرة تبقى على البطانة مش على السوستة. يبقى انا هنا عديت غرزتين وقمت مدخلة الابرة، وبعدين الغرزة اللي بعديها هسيب مسافة غرزة واخرج بالايه، بالابرة. تاني بالراحة هسيب مسافة غرزتين وادخل فيها، وادخل في البطانة، وبعدين مسافة غرزة لبره، يعني اسيب الغرزة ديت، انا اشتغلت الغرزتين دول، الغرزة دي اللي بعديها دي هخرج منها. طبعا انت ممكن تقللوا المسافات عن كده، يعني ممكن تشتغل غرزة وغرزة، عايزين تثبتوها اكتر مثلا، حابين ان هي تبقى ماسكة نفسها اكتر، ممكن في نفس الغرزة نفسها ايه تخرجوا الشغل زي ما انتوا حابين. انا حسيت ان هي مناسبة ان انا اشتغل غرزتين وغرزة، وزي ما انتوا شايفين ان الخيط مش باين خالص، يعني مش باين خالص الخيط. فانا هستمر ان انا طول البطانة وانا بقفلها او انا بشبكها في المقلمة، ان انا هسيب هعد غرزتين اهي، واحدة والتانية، واقوم داخلة في البورتوفيه. لازم يبقى مقاس ثابت، هتشتغلوا غرزتين هتشتغلوها طول البورتوفيه كله، هتشتغلوا غرزة واحدة هتشتغلوها طول البورتوفيه، عشان ده هيبان في الايه، في الوش بتاع البطانة من جوه، واحنا مش عايزين يبقى الشكل ايه مختلف، عايزين كل الشكل بتاع البطانة زي بعضه. انا هخلص البطانة والجناب بتاعت البطانة، الجنبين اللي هما بتوع اطراف السوستة، بصوا هنا مش باين خالص ازاي الخياطة، الجنبين بتوع السوستة لازم تدخلي هنا الخيط والحاجة كويس، وتثبتيها زيادة بغرز زيادة عشان تبقى مقفولة كويس. هخلص البطانة هوريكم بقى ازاي نقفلها. كده انا خلصتها، هاجي في الخيط هدخله تاني ما بين البطانة والشغل بتاع الكروشيه، وهعمل له كذا عقدة، وبعدين الخيط ده هدخله كده في وسط الغرز كذا مرة بحيث ان هو يبقى مقفول كويس. وبعدين هاجي اخد الفتلة ديت واقوم مدخلها ايه لبعد الغرز كده، عشان ان انا اقص ايه الفتلة دي، خلاص اشدها كويس بس كده. ايوه كده دخلت ايه جوه الشغل، خلاص كده البورتوفيه بتاعي جاهز، وبصوا شكلها والسوستة مقفولة جميلة ازاي. وده كده شكل البورتوفيه وهو جاهز، وجواه او المقلمة بتاعتي وجواها الادوات بتاعتي. السوستة سهلة ان هي تتفتح وفيها كل الادوات اللي احنا عايزينها، وممكن تاخد حاجات كتيرة جدا.
وشكل البطانة بتاعنا نظيف. أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا، وما تنسوش لايك وسبسكرايب.